ممتاز ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي في المقاطع القادمة هذه عبارة عن تعريفات. التعريف الأول أذكر لك المصطلح وتعطينا تعريفه حسب الفهم الصحيح له. أولا الحرنة. ما تعريف الحرنة؟ التعريفات بشكل مفصل ولا بشكل زبدة؟ كلها أشياء تكلمت فيها في السابق. لا لا أنا أبغى لا بدون تفصيل أبغى. عرف الحرنة. الحرنة هي رفض التحرك أو رفض إعطائك السرعة اللي تبغاها. يعني حصان تقول له تحرك ما يتحرك، أو حصان تقول له خب يرفض يمشي مسار فقط، حصان تقول له اهذب يرفض يمشي خاب فقط، فيرفض الحصان إعطائك السرعة اللي تبغاها رفض قاطع تام. وهذا طبعا طبع سيء سبب سوء الركوب، ما له دخل بالحصان نفسه. ممتاز. الكنة. الكنة عبارة عن حرنة خفيفة، حصان يعطيك اللي تبغاه بس مو بالضبط زي ما تبغى، يمشي مسار لكن ما يمشي المسار اللي انت تبغاه، يخب لكن ما يمشي خاب اللي انت تبغاه، يهذب بس يعطيك اقل من اللي انت تبغاه، يوسع لكن يعطيك اقل من اللي تبغاه. طبعا يعطيك اقل مو باحتراما لليد او خفة رقبة او خوفا من يدك او احتراما لك، لا يتعمد يعطيك اقل. يعني انت قاعد تدكه وقاعد ترخي العنان وقاعد تحاول تمهله والحصان معي مدقر محله. ممتاز. تعريف الانطلاق. الانطلاق هو ان الحصان يزيد عن السرعة اللي انت تبغاها غصب عنك. حصان ابغى وقف يمشي مسار، حصان ابغى امشي مسار يخب غصب عني، حصان ابغى اخب يهذب غصب عني، حصان ابغى هذا بيفتح غصب عنك، فالحصان ياخذ السرعه مني بالاجبار بالقوه بدون ما اقدر اخذها منه. ممتاز. تعريف التفلت. التفلت انطلاق اقل، يعني باختصار الحصان ما ياخذ السرعه تماما مني بس ياخذ سرعه اعلى. يعني انا خب بالفعل ما هذب لكن خب اسرع من اللي ابغاه. هذب نعم هذب لكن هذب سريع ما اقدر اخففه. وسعت نعم وسع لكنه وصل لسرعه معينه ما كنت ابغاها انا. فيعطيك سرعه اعلى من اللي انت تبغاه بس تبقى بحدود اللي انت تبغاه كسرعه، لكن خلينا نقول الخطوه تغيرت. حينما ينتقل الخيال من تحريك الحارن الى ان ينطلق به، هل هذا الانتقال ايجابي ام سلبي؟ سلبي. سلبي. اذا تحرك اذا نقلت الحصان من حارن الى كان او الى متفلت اقدر اقول لك ماشي الحال. أما إذا انتقل الحصان من حارن إلى حصان ينطلق خطأ، لأن الحرنة والانطلاق وجهان لعملة واحدة. الحصان اللي حرن أصلاً كان قادر على الانطلاق لو أراد، فكل اللي سويته أنك خليته يفضل الانطلاق على الحرنة، مما يعني أنه قادر على الحرنة لو أراد. لكن لو نقلت الحصان من حرنة لكنة مثلاً أنك ماشي في الطريق الصحيح، أو حتى لو تفلت ما انطلق أمشي لك. أما أنه وصل للانطلاق شغل خطأ. الانتقال كون يحاول من حقه يحاول بس ينجح خطأ. هنا الخطأ. الانتقال بـ 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 بالجواد من كونه جواد ينطلق نفس الفكرة إلى جواد حرن يكن. لا في الحالة هذه تكون بادي إلى حد ما ماشي بالصح. لو حرن عندك خطأ، لو بدأ يكن هذا المطلوب. استمر في الكن عندك عدم دقة. راحت الكنة صوت مضبوط. الانتقال بالجواد من حالة الكنة إلى التفلت وجهان عملة واحدة ما استفدت شيء. ما استفدت. حصان اللي يكن يقدر يتفلت لو بغى، حصان اللي يتفلت يقدر يكن لو بغى. نعم قد يكون فيها بداية صح بس لو استمر عندك خطأ. يعني قصدي المحاولة تحصل مع الجميع بس إذا نجح فيها ما سويت شيء. كل اللي سويت أنك قربت الآية، خليت يفضل التفلت دال الكنة. إذن يقابل الانطلاق الحرنة والكنة التفلت. نعم صفنا عن التسميات أهم شيء المعنى. نعم بناء على ما تم شرحه في بداية المخطط. التسميات تختلف مكان لمكان، شخص لشخص، لغة لغة، لهجة إلى آخره. أحسنت.